تحياتي ليك وتحيات كل الكباتن اللي موجودين في الاستوديو. دايما شرف لي ان اكون متواجد مع المصريين في اي مجال، وشكرا جدا ليكم. فلافيو، بتتابع مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا وفي الدوري المصري؟ algumas vezes, né? Não muito assíduo, mas أنا مش بتابع كل المباريات، لكن من فترة تانية بتابع فعلا مشوار النادي الأهلي، وبتابع الماتشات اللي هي الأقوى أو الأصعب، لكن دايما بحاول أن أعرف عن طريق أصدقائي أمور النادي الأهلي ماشية إزاي ووضع الفريق وإذا كان بتلعب كويس ولا لأ. شايف فرص النادي الاهلي ازاي في الفوز ببطوله الدوري ودوري ابطال افريقيا؟ النادي الاهلي دايما مرشح للقب. ودايما بيبقى عنده احسن لاعبين في مصر. فالاهلي عنده امكانيه كبيره جدا انه يفوز اي منافسه يدخل ينافس فيها. بندعي دايما وبنامل ان الاهلي دايما يفوز بالبطولات ويكون البطل. كورونا طبعا اثرت بالسلب على كل الرياضات في العالم، شايف فتره التوقف الكبيره ديت النادي الاهلي هل هيتاثر بيها فنيا وبدنيا؟ انا شايف ان فعلا بيأثر على الكل، بيأثر على كل الفرق. لكن في فرق التأثير هيبقى عليها أكبر، لأن حسب الفرق قبل التوقف كانت عاملة إزاي، فمستواها هيضعف أكيد بعد التوقف، فهي أكتر عملية نفسية للاعبين إن هم يأهلوا نفسهم بأسرع وقت ممكن للفورمة الطبيعية بتاعتهم. النهارده النادي الاهلي اول مباراه ليه بعد التوقف مع فريق انبي، كلمني عن ذكرياتك مع فريق انبي. انا حرصت في بعض المباريات اهداف في انبي وكانت ماتشات صعبه، لكن كنا بنكسب دايما. في الاربع سنين اللي لعبت فيهم كنا بنكسب دايما. انا مش فاكر ان احنا تعادلنا في مباراه من المباريات، لكن المباريات كانت دايما بتبقى صعبه وكنا بنفوز فيها. ايه الدوري الاغلى لفلافيو مع فرقه النادي الاهلي ما ينساهوش؟ 2008 اللي كان مع الاسماعيلي وجاب في 2008 فاول. أنا شايف كان آخر دوري آخر دوري الفترة اللي كنت موجود فيها كان 2008-2009. أنا شايف إنه كان أصعب دوري، لأن إحنا رحنا لغاية النهائي خالص عشان نفصل اللقب، لكن الحمد لله إن إحنا قدرنا نحصل لقب الاسماعيلي، ولكن ده كان انا شايفه انه كان اصعب دوري ليا في الفتره اللي كنت موجود فيها. قول لنا ايه اصعب فريق منافس لعبته ضده وكمان اصعب مدافع لعبته ضده؟ المنافسة في معظمها كانت صعبة وقوية، لكن الماتشات مع الإسماعيلي كانت دايما أكثر صعوبة بالنسبة لنا.
eu acho que a rivalidade era tanta que انا شايف ان المنافسه كانت كبيره passavam a ser muito muito agressivos لان في مباريات كانت بتبقى قويه جدا في اللعبه انت مهاجم من طراز رفيع وكان ليك علاقات حلوه قوي مع جمهور نادي الاهلي وجمهور نادي الاهلي كان بيحبك هل هذه العلاقه ما زالت لحد دلوقتي مستمره دايما بتجيلي رسائل من بصوره عامه من الجماهير على فيسبوك وعلى انستغرام دايما انا على تواصل معاهم وفي حديث بيني وبين بعضهم عايزك توجه نصيحه مهمه لمهاجمي الاهلي خلال الفتره المقبله وخصوصا ان هو داخل على مرحله صعبه من مراحل الدوري العام ومرحله اصعب في دوري ابطال افريقيا no trabalho e as coisas claro اهم حاجه التركيز في الشغل وبالتاكيد الامور Luis é claro, e acho que tem شكرا فلافيو على المداخلة الجميلة دي كابتن عادل نرجع لك مرة تانية و